جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما تفضلتم شيخ صالح، يكثر السؤال عن الأعمال التي تقام في رجب وتؤدى في رجب كالزيارة المسمى بزيارة الرجبية وكذكرى الإسراء والمعراج وما أشبه ذلك، لعلكم الله شيخ صالح. الزيارة التي هي زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي الشريف، هذه مشروعة كل وقت الحمد لله، لا تختص بشهر رجب. من أي وقت زار المسجد النبوي وصلى فيه فإن له 1000 صلاة بالصلاة الواحدة. هو أحد المساجد الثلاثة التي تشرع زيارتها السفر إليها: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فلا تلقيت لزيارة المسجد النبوي الشريف، هذا على حسب ما يتيسر للمسلم في أي وقت. وأما الاحتفال بالإسراء والمعراج فإنه بدعة قبيحة، لأنه فعل الوحدة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذا الحديث يعلن على الملأ في كل خطبة جمعة ويسمعونه، وفيه التحذير من إحداث البدع في دين الله عز وجل، ومن ذلك الاحتفال بالإسراء والمعراج، فإنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أصحابه، ولا من فعل القرون المفضلة، وإنما هذه محدثات حدثت في المتأخرين، استحسنوها وتعلقوا بها، لأن الشيطان يزين لهم البدع والمحدثات، وهي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، ولا يفعلون بها، ولا يؤجرون عليها. الإسراء والمعراج لا شك أنه آية من آيات الله، ومعجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نزه الله عن ذلك في كتابه الكريم ممتنا على المسلمين بذلك، لكن لم يشرع لنا الاحتفال بهذه المناسبة، ولا بمناسبة المولد النبوي، ولا بمناسبة ليلة قدر، ليلة القدر، إنما هذه إحداثات أحدثها الفارغين من الناس الذين يتلقفون مثل هذه العوائد ويظنونها من الدين وهي ليست من الدين. الواجب على المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم كما أمرهم بذلك، وسنة خلفائه الراشدين، وأن يتركوا ما أحدث مما ليس له دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإسراء والمعراج لم يثبت تحديد وقته، ولو كان لنا فيه مصلحة أن يشرع لنا بمناسبته احتفال من عبادة لبينه الله لنا، ولبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، حدد اليوم أو الليلة، حدد الليلة التي يقع فيها الإسراء والمعراج. إنما هذه تحريات للمؤرخين، حتى لو ثبت أنه في ليلة معينة فإنه لا يجوز لنا أن نعمل في هذه الليلة إلا ما شرعه لنا ربنا وشرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في هدي السلف الصالح شيء من هذه الاحتفالات البدعية؟ لا.